السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة كنت بدور عليها بقالي فترة، ألا وهي أنا مش عايز أقفل الموقع، أنا عايز يبقى ليا إن أنا أدخل الموقع وقت محدد. يعني أدخل الموقع مثلا مدة 10 دقايق، ربع ساعة في اليوم، ساعة، ساعة ونص، مزودش على كده. ليه؟ مثلا في موقع مثلا زي الفيسبوك أو تويتر أو لينكد إن أو المواقع اللي هي الاجتماعية، ساعات كتير بتبقى أنت عايز تدخل مثلا كل يوم مثلا 5 دقايق 10 دقايق، بس بتلاقي الوقت سحب معاك وقعدت اكتر من كده. ففي اداه بنحطها او بنضيفها لجوجل كروم، الاداه ديت اللي هي ده اهيت اللي هي ناني فور جوجل كروم. الاداه دي لو انا دخلت على الفيسبوك اكتر من وقت محدد، يعني محدده مثلا بربع ساعه 5 دقايق زي ما انت عايز، بيجيب لك رساله يقول لك لا خلي بالك ان انت دخلت على الموقع ده زياده عن اللزوم، يلا قوم مبارك شغل. تمام. طب الاداه دي فكرتها ايه؟ الاداه دي انت ممكن تستطلبها، يعني عباره عن اكستنشن عادي. تمام. لما بتدخل السوق بتاع جوجل كروم بتلاقي الاداه ديت، بتسطبها بتظهر لك هنا. لو عايز تضيف اي موقع بدخل اقول له خيارات واكتب اسم الموقع مثلا، وليكن مثلا اي موقع، وبديله الوصلة تحت، ممكن اديله اكتر من وصلة، وبديله الوقت اقول له مثلا من الساعة كذا للساعة كذا عايز اللي يكون مقفول، يعني مثلا من الساعة 9 للساعة الساعة 5 المغربية، ده الوقت مثلا بتاع الشغل. يعني انت مثلا ممكن تكون الكمبيوتر بتاع الشغل وعايز ان انت متدخلش من الشغل اكتر من 5 دقايق في اليوم، اقول له سيف يو ار ال، يبقى انا كده سيفت المعلومه دي. كده هيعمل لي بلوك للموقع دوت، اي موقع مش لازم موقع معين. انا قافل عند الفيسبوك والتويتر واللينكد ان، ده مثلا من الساعه كذا للساعه كذا 20 دقيقه كل يوم، كل 24 ساعة. تمام. تاني فكرة الموضوع كله، دي عبارة عن أداة بنضيفها لجوجل كروم، بقول له أضف إلى كروم، خلاص بتضاف. أي موقع عايز أضيفه بقول له خيارات وروح ضيف الموقع، وأقول له من الساعة كذا للساعة كذا، يعني ممكن أقول له مثلا من الساعة 1 للساعة 12 بالليل، أو من الساعة 12 بالليل لدقيقة للساعة 12 بالليل بالظبط، يعني خلاك ان ال 24 ساعه. واقول له ماكس تايم، اقصر وقت ممكن اقعده في اليوم كله على الموقع ده مثلا 15 دقيقه. ممكن تعمل الموقع بتاع الجيميل والياهو، الموقع اللي هي بتاعت الايميلات، لو انت حاسس انها بتسحب منك وقت كتير تعمل كده. موقع الاخبار مثلا تخليه برضو ايه، انا مش عايز اقعد على موقع الاخبار اكتر من 5 دقائق. الاداه دي كويسه جدا، بتوفر معايا وقت كتير جدا، اتمنى انها تفك. اخوكم عمر سليم.